اللاعب الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفني لمانشستر سيتي جماهير الفريق بعدم توقف عن التشجيع خلال المباراة المقبلة أمام أرسنال في البريمير ليج. ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة ثانية. وقال غوارديولا في التصريح لصحيفة البريطانية: الدوري الإنجليزي المرسل سوف يستمر إلى 11 أشهر، ونريد الاستفادة من فرصة التتويج بها، ولكن لا يمكن القيام بذلك بمفردنا، ونأمل أن يكون ملعب الاتحاد ملعب سيتي ممتلئا عن آخر قبل المباراة ب3 ساعات. وسبق أن وجه بيب غوارديولا انتقادات لجماهير السيتي خلال مباراة توتنهام في يناير كانون الشهر الماضي رغم الفوز ب4-2، حيث أن مشجعين سيتي كانوا صامتين لمدة 45 دقيقة. وأضاف غوارديولا أن يوم الأربعاء مباراة نهائية ضد الفريق وهو الأفضل في إنجلترا حتى الآن، وتقدم علينا ب5 فارق رغم تعادله في 3 مباريات الأخيرة، فإن من الصعب إيقاف طموحه. ثم ختم أن المباراة صعبة بكل تأكيد، لكن لو نجحنا بالفوز سوف تكون فرصة كبيرة للحفاظ على اللقب.